مشاهدينا رح نبقى ضمن أجواء شهر التوعية بسرطان الثدي والحملة العالمية المنظمة سنويا بجميع أنحاء العالم لزيادة الوعي حول سرطان الثدي وتشجيع الصبايا والسيدات لإجراء فحوصات دورية ومنتظمة والبحث عن علامات مبكرة للكشف عن هذا المرض الخطير. قد ايه مهم اليوم يا رشا نكون في وعي عنا اكثر للفحص المبكر عن الموضوع، لانه بالتالي كل ما فحصنا بكير رح تكون نتائج الشفاء اعلى. اكيد هادي احنا بس بدايه قدرنا نتخلص من مصطلح هذاك المرض، معناته احنا بلشنا بالمسار الصح. صح دكتور، واجهنا اليوم مواجهه اي خوف في حياتنا يمكن هي بداية نجاحنا بأي شيء حتى نحن نقدر نسيطر على هذا الخوف. مثل ما قلت اليوم هي رحلة شاقة، إن كان على المريض إن كان على الطبيب المعالج للحالة. هاي الرحلة تخيلوا أنه ممكن نحن نختصرها بكثير من السنوات في حال الكشف المبكر. نحن اليوم عم نحكي عن مرض صامت، يعني ما في سخونة، ما في حرارة، ما في شيء عم يدل على وجوده. خمس سنوات هو قدر يتمكن من جسمنا لحتى اليوم من خلال فحص ما تم اكتشاف انه موجود ضمن الجسم. اليوم الانثى بتخاف من هاي النقطه، بتخاف تفقد شيء من انوثتها، بتهرب. لهيك نحن اليوم من خلال هذا الشهر عم نقول لك لا تخافي. اليوم هي التوعيه كثير مهمه ليكون طريقك بالشفاء. اكيد رح نحكي اكثر مشاهدينا عن الموضوع، عن سرطان الثدي، عن اسبابه واعراضه وطرق علاجه وشو الهدف من شهر التوعيه والعديد من الاسئله والاستفسارات اللي رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم الدكتور هيثم عباسي، اخصائي امراض نسائيه واستاذ في جامعه دمشق. يسعد صباحك دكتور. صباح الورد والياسمين لكم ولكل المواطنين. صباح الخير دكتور، بلشنا صباحنا بالورد، يعني شكرا ابو ايمن، هيك دائما بيهتم انه نبلش صباحنا بطاقه ايجابيه. يا رب تحمل هي الطاقه لكل الايام الجايه ان شاء الله. كونه نحن بالشهر الوردي هذا الشهر جدا مهم، يعني ودائما نحن من خلال صباحنا بنحاول دائما نغطي هذا الشهر، ولكن الظروف اللي صارت الاستثنائية السياسية بعدتنا عن القصة. اليوم رجعنا نحكي عن الشهر الوردي، عن أهمية الوعي والكشف المبكر. من خلال تجربتك دكتور أدلهم المهم هذا الشهر. طبعا صباح خير معكين للجميع. أول شيء بجوز من الناحية الإعلامية ما أخذ السبق الصحفي الكبير أو العمل النشاط الاجتماعي، لكن مؤسسات الدولة بجميع أشكالها التعليمية والصحية كان تقييم الندوات والأعمال والمساعدات الممكنة ضمن الأطر القانونية والإمكانيات الموجودة المتاحة لنا. نحن تعنا بالمشفى أو مشفى المواساة أو مشفى التأسد الجامعي، كلها كانت مساعدات موجودة والتشخيصات لهم. في هذا الشهر طبعا اللي صار فيه عالميا اتخذ هذا الشهر هو التذكير، ليس له معنى أنه هذا الشهر 10 أو 12 أو 13، هو كان احتفال اجتماع اللجان كلها النقابية وقرروا أنه يكون في يوم انطلاقه فيه ذكرى لهذا الموضوع للتذكير بانه هذا المرض هو مرض مثل بقيه الامراض على حده خطورته، لكنه مرض فليس مثل ما قلتي انت اللي خاف منه ومبعد عنه. صح. البعد عنه هو ليس شفاء. وحكيتي كلمه كثير حلوه اول مره بسمعها يعني من اعلامي بشكل مباشر صراحه لك، انه مرض صامت. فعلا هو مرض صامت، يعني نحن عندما يكتشف المرض بعرض سريري فيكون الوضع متاخر جدا. اما هو يكتشف 90% الحمد لله او 80% بشكل وقت تكون عندنا فحوصات دورية لأشياء أخرى يكتشف. طبعا هذا المرض له عدة أسباب وله أفق بعيد وأفق قريب. إذا اكتشف المرض في مراحل المبكرة بإمكاننا نحصل على نسبة شفاء 90-95% ولا تكون له التأثيرات السلبية على الحياة، وخاصة اللي احنا نعرف أنه الامرأة أو الأم هي عماد الأسرة، هي العضادة الأساسية في هذه الأسرة. فإذا فقدت هذه الأم فقدت الأسرة كينونتها. صحيح. فمشان هيك نحن نرجو من كل النساء والأمهات والفتيات الفحص الدوري. الفحص الدوري يتم أول شيء من خلال المريض أو الأنثى بشكلها مباشرة، يعني بعد ما تبلغ الفتاة عمر 18 سنة ويصير عندها عملية الانتظام الدورة الشهرية، يعني انتظام علامات الأنثوية الكاملة، يجب أن دائما أن تراقب شغلتين عندها، هي انتظام الدورة الشهرية وأن تراقب عملية تطور الأصداء أو إذا فيهم ألم أو فيهم أي حس غريب امتلائي. نعم. فهذا يكون دائما كل ما صار عملية استحمام بإمكان الفتاة أن تعمل عملية جس
ذاتي، ويجب أن يدرس هذه العملية الجس الذاتي في المدارس وفي الجامعات. وكلما تراجع طبيب يجب أن يسألها الطبيب للفتاة، لأنه هو من أسرع وأخبص الأمراض الموجودة وأمراض الثدي. فبهذه الطريقة نحن إذا استطعنا أن نعمم عملية الفحص الذاتي، معناته بهالحالة هي نحن نستطيع أن نزرع داخل المريضة أو داخل السيدة أو داخل الفتاة أنه ليس فقط هذا الفحص يتم خلال المرض، يجب أن يكون دوري وعبارة عن وسيلة استقصائية، يعني نحن نتقي هذا المرض يجب أن تعمل إجراء هذا الفحص الذاتي. والفحص الذاتي ليس من الصعوبة أو من التعب، وعبارة عن دقيقة وليس أكثر من دقيقة واحدة. بإمكانها أن تفحص الفتاة نفسها، وإذا شعرت بأي شعور غير صحيح أو بأي مفرزات غير صحة يجب أن تراجع الطبيب المختص. تمام دكتور، يعني للأسف مثل ما ذكرت حضرتك اليوم ما في يمكن ثقافة أو وعي عند الصبايا والسيدات بالفحص الذاتي اللي ذكرته حضرتك. طيب خلال حديثك ذكرت أنه نحن عندنا أسباب عديدة وبالتالي عندنا أعراض، عندنا دلالات وعلامات ممكن تشير أنه الصبية أو السيدة عندها سرطان بالثدي. خلينا نوضح اليوم شو هي الأعراض اللي ممكن تظهر. طيب احنا خلينا قبل الاعراض نحط الاسباب الممكنه او المفترضه. اول شيء في عندنا العامل الاهم وهو العامل الوراثي. اذا كان في عندنا اصابات ورميه في عائله معينه، ليس ورام الثدي، ورميه بشكل عام، فيجب ان دائما هذه الاسره ان تكون تحت شكب، يعني تحت مراقبه دائمه ذاتيه وطبيه. اي واحد. اثنين، التعرض للمواد المشعه بجميع اشكالها. طبعا مواد المشعه، شو هي المواد المشعه مثلا؟ يعني للأسف شيء كثير أحيانا بنفكر لغط إنه هو القنابل الذرية أو الأشعة وقت الأشعة. لا، القنابل المواد المشعة تختلف في اختلاف أوضاعها، ممكن أن تكون هي من عوامل الطباعة، من الكمبيوترات الكثيرة بغرفة الكهرباء الموصولة مثلا، إذا واحد قاعد بمنطقة أساسية كلها محاور كهربائية بتعمل أشعاع، وجود الموبايلات بشكل قريب من المنطقة كمان بيساعد إذا في خلايا ورمية إلى انطلاقها. الموضوع الثاني موضوع الغذائي، تلوث الموضوع الغذائي كمان بيؤدي لها شيء، ونوع الموضوع الغذائي. وثالث شيء وهو أي وجود آفة ضمن الثدي. هدلون كلياتهم نحن نتقيهم، ونرجي بعد منا نحن ساعتها كيف نحن نشعر بالقصة هاي. طبعا مثل ما حكيت المرض يشعر به بعد ما يكون صار موجود المرض، يعني بين هلالين. المرض موجود بالثدي، كتلته بجوز تكون 1 ميلي، بجوز تكون 1 سنتي، بجوز تكون 10 سنتي، بجوز تأكل الثدي بكامله. يعني نحن وقت تكون هي ظهرت بشكل كامل على الثدي معناتها كثير صارت الأمور بعيدة آخذ أفقها. أما ليظهر العرض السريري، ليظهر العرض السريري يجب أن يكون قد بدأ هذا الورم أن يؤثر على الناحية العصبية. فقت بيأثر على الناحية العصبية صار في شعور عند الفتاة، أما بطول ما هو مبهم ويغوص او يسبح في الكتله الثدي ولا يقترب من خلايا عصبيه لا تشعر فيه. شو يعني خلايا عصبيه دكتور؟ خلينا نوضح. نحن في شغله، نحن بكل جسمنا في اعصاب شعور واعصاب حراريه. نحن اي شيء في الجسم اذا ما شعرنا فيه حراريا او بالشعور الالم او اي شعور ثاني، معناته ما راح نستشعر نحن انه في منطقه بالجسم في خطر اي شيء. فمعناتها فهذا الأعراض السريرية يجب أن تكون مترافقة بالتقارب من الأعصاب التي حتى أما حرارية وأما شعورية لنقل الحس المرضي. هذا الحس المرضي إما بوجود امتلاء وإما بوجود تقاسي أو كذا. ثاني شيء العرض الثاني طبعا إذا بيكون الثدي، تغير شكل الثدي، كتلة الثدي هي كتلة لينة متجانسة، الجلد مستقيم ما فيه أي مشكلة. إذا أخذ هذا الشكل تقريبا مثل شكل البرتقالي او شكل الليمونه، فمعناته في اورام داخليه بدات تعمل التصاقات فادت الى تجاذب هذا النسج للداخل. فمعناته هذا من الاعراض السريريه اللي حكينا نحن وقت الفتاه او الانثى كل ما كانت في عمليه ما بعد الطمس عم تستحم بتعمل فحص سريري، فبتشوف هي على المراه اذا الثديين متجانسين متقاربين واما شكلهم مختلف. هلا الموضوع الثاني وهو حلمه الثدي، نحن بنعرف افرازات الثدي تتم فقط في الشكل الفيزيولوجي الطبيعي، المشكل الطبيعي هي عند الارضاع. فوجود مواد مفرزه من خلال الثدي بفترات خارج هذه الاوقات فهي مرضيه وليس لها علاقه لا بالزواج ولا بانجاب. هي النظره ولا بالحنيه، هي شائعه كثير ولا بالحنيه. يعني هذا الموضوع اللي عم تحكي فيه انا براجعني مرضى يوميا، مثلا تجيكي وحده مثلا عمرها
17 سنة تسأليها سؤال، في عندك إفرازات لك إما إما أنا متجوزة، شو دخل؟ ما له علاقة الزواج، ما له دخل الحنية، لأنه نحن عملية إفراز من الثدي لها محور هرموني كبير ابتداء من النخامة وانتهاء بالدرق بعدين بالثديين. هلأ النوع المفرز تجيك مثلا حالات كثير، بيجيني أنا كثير حالات المفرزات دموية ذات لرائحة مثلا ذات لون أخضر أو سوادي أو كذا، والأطباء عم يعطون مقفات حليب، هذا غلط، هذا الشيء هذا غلط، بما أن المفرزات أخذت شكل غير فيزيولوجي، غير مفرزات سائلة شفافة أو حليبية، معناتها هون في آفة عندي أنا، والآفة هي ليس سر حليب، انتو شلون يعني نحن. وبعدين في عنا شغل من الفم دائما، الثدي وكتلة الثدي إلى علاقة بالدورة الشهرية. أول 14 يوم له علاقة بتكون بتطور ونمو الثدي، ثاني 14 يوم إفرازي، يعني نحن إذا كان في عنا آفة إفرازية بتصير تنشط بالجزء الثاني من الدورة 14 يوم من الأخرى. أما إذا كانت عنا الطور المرضي هو إستروجيني، فبصير كتلة الثدي تتقبض وتتكلس أكثر في الطور الأول. فبهالحالة هاي نحن الأعراض السريرية معناتها شكل الثدي، لون الجلد، وضع الجلد، حرارة الثدي، المفرزات، هدلونة وآلام ما قبل الطمس وما حول الطمس، هي كلياتها يجب أن تعرف فيها الفتاة، وفي أي شعور خاطئ بهدلونة يجب أن تراجع الطبيب المختص. طيب دكتور، حكينا بنقطة اليوم الرجال بيستغربوا، يعني وقت منقول سرطان الثدي عند الرجال يعني في ناس بتقلك لا تحكي منين عم تجيبي هذا الحكي، يعني مع انه القصة علميا والقصة هرمونيا عم نحكي، ولكن لانه ما انا شائعة اعلاميا، ما انا شائعة طبيا كتير، او ما في كتير حالات بين الرجال، فهي ما كتير بالضوء خلينا نقول، ولكن هي موجودة. خلينا نحكي عن هاي كونه نحن بشهر التوعية. ايضا سرطان الثدي عند الرجال، هل اليوم عم أكيد ما عم تتشابه الأعراض كون نحن عم نحكي عن هرمونين مختلفين بين الذكر والأنثى أو طبيعة جسم أخرى، يعني شو الأهم الأعراض اللي ممكن ترافق الرجل؟ أول شيء وقت أنت تقولي ورم بالثدي، لم يحدد ذكر أم أنثى، أورام الثدي لم تحدد ذكر أم أنثى، لكن النسبة الأكبر تكون عند النساء والنسبة الأقل تكون عند الرجال، لكن موجودة، موجودة وبشكل صريح، لكن نحن عنا الإضاءة عليها في المجتمعات، بما أن مجتمعاتنا الذكورية إضاءة عليها كتير قليلة، رغم أنه بالمشافي المختصة بالأورام موجودة وبكميات، حتى إذا بنطلع لهنيك بنلاقي أنه كميات مو قليلة. الأعراض السريرية الموجودة بأورام الثدي هي نفس الأعراض السريرية عند الذكر والأنثى، نفس الأعراض تماما، لكن كتلة الثدي عند الذكر ليس ككتلة الثدي عند الأنثى، صح؟ مشان هيك بتلاقي المجتمع فيه هون بدوامة، معقول هالشيء؟ لا طبعا معقول هذا الشيء، وكل شيء الإصابة الثدي عند الرجل نفس الإصابة عند المرأة، وبتكون إما مباشرة إلى علاقة مع سرطانات في ريزدنت على الهرمونات، أو بتكون انتقالات من جي أرنين أخرى، يعني في مثل المرأة من نوعين، من النوع هذا والهم، وبيأثر أعراض الورمية عند الرجل نفس الأعراض بتكون موجودة عند تماماً المرأة تماماً دكتور، نفس الأعراض تقريباً، بس هون تفرق أنه بكتلة الثدي، يعني صح. أنت كشفة عند المرأة أسهل من كشفة عند الرجل، لكن أي شعور غير صحيح عند الرجل بكتلة الثدي يجب أن يراجع الطبيب، لأنه لسه هو مخفي أكثر من عند المرأة، يعني مثلا يكون في عنده حكة في الحلمة شديدة، عنده شعور بالامتلاء، عنده مفرزات، عنده كذا، يعني إحنا في شغلة واحدة مثلا نحطها بين هلالين، العقم الذكري أول إجراء التحاليل بنعملها هي تحاليل الدرق والحليب، لأنه الهرمونات الموجودة عند الأنثى هي نفس الموجود الهرمونات عند الذكر، لكن هون في هرمونات أنثوية مسيطرة وهنيك هرمونات الذكريه مسيطره، ما نفس الهرمونات. ما في 14 يوم لتنشط اي ماده بالجسم، مو 14 هون فرق ثاني، هون في شيء ثاني، اليوم طبيعه جسم، يمكن المراه اليوم عم يساعدها طبيعه جسمها بهي الناحيه انها تقدر هون تتشف. مفرزات الانثويه تختصر لشيء، ومفرزات الانثويه عند الذكر كمان تختصر لشيء معين، يعني مثل قلت لك نحن من العقم الذكري وقت يكون في عندنا عقم ذكري وما في نطاف دائما بنحلل اف اس اتش، بنحلل البرولاكتين، وهدول من اهم الهرمونات عند المراه، لكنه ليس حصر عند المرأة، إن كان موجود عند الرجل. ما أنت في شغلة واحدة، الهرمونات عن الهيومن بين، عن الإنسان وليس عن الذكر والأنثى. هرمونات الهيومن بين من النخامة وانتهاء بالمبيضين أو الخصيتين نفسها، لكن هون في عتبة سيطرة أكثر من هذا أو ذاك، بس هي تمام.
دكتور خلينا نحكي عن نمط الحياة الصحية والتغذية السليمة، النظام الغذائي المناسب اليوم لمرضى سرطان الثدي. كلنا بنعرف انه الغذاء ممكن يساهم بنسبة كثير كبيرة للوقاية من هذا المرض او تخفيف من حدته ومن اعراضه. خلينا نوضح اليوم في عنا اكلات معينة او مشاريب معينة نحن لازم نبتعد عنه لمرضى سرطان الثدي. هلا مرضى سرطان الثدي او بشكل عام الاورام بشكل عام الاورام في عندنا نحن في اول شيء اسمه نحن عندنا كانسر جيني، يعني نحن في عندنا احتمالات ورميه من بعض الاغذيه. بين قوسين كل المواد المحفوظه هي كانسر جيني، يعني المعلبات المثبطات الكذا هي كلياتها يفضل مشان ما اقول لك يعني الابتعاد عنها، يعني ما تكون هي اساس بالحياه، يعني قدر الامكان اللي عنده مو عنده إصابة، اللي عنده بعائلته هيك شيء يفضل أن يكون منتبه من الأغذية المحفوظة أن تكون كلها مواد فريش. ثاني شيء أن يستخدم مريض إذا فيه هو مرض عنده أن يستخدم الأغذية في موسمها، يعني مثلا الخضار الغير موسمية، يعني مثلا الخضار الصيفية نأخذها بالشتاء أو الشتاء نأخذها بالصيف، هذا كلياته ضمن أوساط خاصة وتحريض إنتاجي للنمو فيه هرمونات، هذا بجوز يأثر تأثير مباشرة على الخلايا السرطانية وزيدها حرد. هذا موضوع ثاني. شيء عندنا وهو المهم جدا جدا الدخان بشقيه الاجتماعي ومنطلق هو الكبير النرجيلة الأرجيلة، يعني للأسف الشديد كثير ناس ما بيعرفوا شو معنات الأرجيلة تساوي. بحكي أنا ملاحظة صغيرة كل نفس من الأرجيلة وسطيا بيعادل بين 18-20 كروز دخان وباكيت كروز، فمعناتها احنا يعني عفوا باكيت 20 دخان يعني شيء 22 باكيت بيعادل. فهذا الموضوع نلاحظ احنا الفتيات عن شراهه صار بشراهه، يعني حتى مثلا بتلاقي الاب مثلا بنته مثلا اذا دخن سيجاره مشكله، ما اذا دخلت ارجيله مو مشكله. هلا احنا ما عم نحكي من ناحيه التربيه او ما التربيه، من ناحيه الصحيه صحيح دكتور كثير سيء الدخان بجميع اشكاله سيء. هلا طبعا احنا لا سمح الله المخدرات والدراجز كمان تلعب دور كبير، هذا هي والكحول. الموضوع الثالث هو مثل حكينا الموضوع المهني. الموضوع المهني كمان المواد الكيميائيه المشعه الاضاءه الكذا المشعه كلياتها بتلعب دور. معناته الاغذيه يجب ان تكون سليمه وفي وقتها، ان نبتعد عن الاغذيه المحفوظه بجميع اشكالها ليس فقط المعلبات. يعني مثلا حبويات الاطفال احنا ما بنعرف احيانا انه هي الملونات الموجوده هي ملونات طبيعيه ولا غير طبيعيه، فاذا كانت غير طبيعيه مسيئه جدا. فهون مهمة دائما وزاره الصحه متابعتي وزاره التموين متابعه شو هالمواد الملونه هي طبيعيه ولا غير طبيعيه. هلا موضوع ثاني مثلا احنا كثير مثلا بنكون ماشيين تاع نشرب عصير تاع نشرب كذا الى اخره، للاسف الشديد العصائر 99% هي عصائر بديله وليس عصائر حقيقيه. يعني بنحط ماده الحليب ونكتار، يعني بنحط معها مواد بالنقطه والوان تعطينا هالطعمات، هي خطيره جدا هي، ونحن بنشربها ونحن مبسوطين. فللاسف الشديد ننتبه للقصص هي كلياتها. للأسف دكتور بهذا الوقت اليوم يعني حتى تشكر وزارة الصحة رغم كل الجهود اللي عم تبذلها، ولكن اليوم ما في سيطرة على هذا الموضوع وخاصة ضمن الأسواق يعني بالمواد الغذائية الطبيعية. خلينا نروح هيك بسؤال أخير بين الصور والمامو، قد ايه اليوم استخدامهم صح قبل سن الأربعين؟ دائما في تحذير أو ما بعرف يمكن تكون إشاعة طبية غير صحيحة، هل هنون إيجابيين بالكشف المبكر عن سرطان الثدي الأشعة والماما والصور بشكل عام؟ هلا إحنا حكينا في البداية من هلا من أول بلشنا هلا إحنا على الأعراض والكشف الذاتي، أما التشخيصي يشخصه بعدة أشكال بالإيكو والماموغرافي والطبقي المحوري والمرنان، كل درجة بيناتهم أشي. طبعا في الشائعة جدا هي جدا وغير صحيحة ان صورة الأشعة بتزيد من السرطان والخزعبل بتزيد من السرطان، هذا غير صحيح. اول شيء الصورة الشعاعية الراد تبعها يعني كمية أشعة بتطلع وخاصة في الأجهزة من بعد عام 1960 الراد تبعها كمية أشعة قليلة جدا 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 ولا تؤدي لتخرش او زيادة او تأثير على مباشر على السرطان. اي واحد. اثنين دائما لحنا المفرزات او الكتل داخل الثدي المخفية يجب أن نلجأ لحنا للمسحة من الثدي وإرسالها للتشريح المرضي، نعم. والخزعة
اما المغلقه او المفتوحه بنسحبها من الثدي على اساسها يتوضع التشخيص، لانه التشخيص بشكل اعمى غير صحيح. يجب ان يكون هناك تشخيص مجهري خلوي لنحدد كميه وعمل العلاج تبع المريضه. ثالث شيء، اذا وجدت فعلا الاصابه عندنا، فعمليه الماموغرافي طبعا بتعطيني انا توزع الغدد الصماء والغدد الحارسه الموجوده على الاصابه، لحتى يعرف الواحد هل يبدا بالعلاج الكيميائي ام بالجراحي، وما هي وكم كميه العلاج الجراحي. الموضوع الثالث هو المرنان اللي بيحدد قديش بدنا نشيل نحن من كتله الثدي، او نخلي جزء كبير، او بدنا نشيل بطقه المصابه بس. هذا بشكل بسيط. هذا نعم. الدكتور هيثم عباسي، اخصائي امراض نسائيه واستاذ في جامعه دمشق، بدنا نشكرك كثير دكتور على كل المعلومات الطبيه المهمه يلي قدمتها، واكيد بالصحه والسلامه للجميع. شكرا دكتور لحضورك، وان شاء الله هذا الشهر يعني يكون في استجابه لدعوتك اليوم حضرتك، ولكل الكوادر الطبيه اللي يروحوا اليوم يعملوا هذا الفحص المبكر، ان شاء الله يا رب تكون النتائج يعني سلبيه، ما في نسبه كثير كبيره من الامراض. شكرا دكتور، ان شاء الله نلتقي بالخير على طول. شكرا لكم، شكرا على هالبرنامج الثقافي الحلو فعلا والتوضيحي. طبعا قدر ما حكينا نحن مجوز ما نغطي الموضوع كل شيء، بس نقطه بتفيدنا نحن بكل شيء. وشكرا للإذاعة والإخبارية على هذا البرنامج. الله يعطيكم العافية. شكرا لكم جدا.